ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله، وبعد، فحياكم الله إلى لقاء مبارك من برنامجكم الكلمة الطيبة. حرص الناس على أن يرتفعوا بأخلاقهم وهممهم غاية نبيلة ما زال الأخيار يتسابقون فيها منذ قديم الدهر، والعرب تصطلح على تسمية ذلك الفعل بالمروءة، هو أن يحرص الإنسان على أن يكون في أكمل أحواله بعيدا عن كل معرة تشيله. حول هذا المعنى الجليل يكون عنوان لقاء اليوم، من أهل المروءات. عنواننا من أهل المروءات في هذا البرنامج المبارك الكلمة الطيبة، وسنقف عند طلحة بن عبد الله الخزاعي وما كان من مروءته. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. الحمد لله، حررنا أن العنوان من أهل المروءات، وعندما نقول من أهل المروءات معنى ذلك أن من للتبعيض، وإلا أهل المروءات في العرب كثير، وقد بينا أن الناس منذ أن كانوا ما زالوا يتنافسون في الخيرات، يتسابقون فيما يرفع من أحوالهم. والإسلام دين عظيم جليل، جاء بأن يكون أتباعه لهم شغف بمعالي الأمور. طلحة بن عبد الله الخزاعي كان يعرف بطلحة الطلحات. لماذا سمي بطلحة الطلحات؟ أما اسمه في الأصل الذي سماه به أهله فهو طلحة، والطلح نبات معروف في البادية، وبعض العلماء يقول هو المقصود بقول الله وطلح منضود. أما لما قيل طلحة الطلحات، فإنه في زمانه وقد عاش في عصر بني أمية كان كثيرا من أجواد العرب اسمه طلحة، طلحة الفياض وطلحة الخير وطلحة الندى، فهؤلاء جمع من الأخيار من التابعين وأتباع التابعين كانوا ذوي جود وكرم وسخاء يتنافسون فيه، لكن طلحة بن عبد الله الخزاعي كان أجودهم وأكثرهم كرما وحبا لإعطاء الخير للناس. سنأتي على شيء من أحواله ثم نعرج على ما يمكن أن نبثه من إرشاد حول خبره. ذكروا أن كثير عزة الشاعر المعروف كان يتردد كثيرا عليه، فجاءه ذات يوم وقد ألم بطلحة المرض حتى جعله لا يستطيع أن يقوم ليشارك عواده وزائريه مقامهم، فأخذ كثير يثني عليه نثرا ويقول فيه ما يليق بمثله. فكأن طلحة لما سمع ذلك أحبه، ثم قال لكثير انظر ما تقول، خوفا من أن يبالغ كثير في مدحه. فجعل كثير يردد له أبياتا قال في آخرها لنزور سيدنا وسيد غيرنا ليت التشكي كان بالعواد، لنزور سيدنا وسيد غيرنا ليت التشكي كان بالعواد، يعني ليت ذلك المرض الذي ألم بك كان بمن زارك. وهو يريد أن يبين أن الناس يفدونك بأحوالهم بأنفسهم بأجسادهم بأموالهم، يبين مقامه عند الناس الذي غرسه بسخائه وجوده وكرمه. ثم إن هذا الأمر قد يقول قائل منكم إن الشعراء أدأبوا على أن يمدحوا أهل الكرم ويبالغوا في ذلك رجاء ما عندهم من الأعطيات، ومن نقب في تاريخ الشعر العربي وجد ذلك مليا لا ينكر. ألم يقل جرير يمدح عبد الملك بن مروان أتصحو أم فؤادك غير صاحي عشية هم صحبك بالرواح، تقول العاذلات علاك شيب هذا الشيب يمنعني مراحي، يكلفني فؤادي من هواه ضعائن يجتزعن على رماح، عرابا لم يدن مع النصارى ولم يأكن من سمك القراح، إلى أن قال يستعطفه يستدر ما عنده
يريد ما عنده من المال والعطايا، تعلل وهي صاغبة بنيها بأنفاس من الشبب القراح، سأشكر إن رددت علي ريشي وأنبت القوادم من جناحي. هذا كله حق، لكننا فلننظر إلى وجه آخر من أخبار طلحة حتى يستقيم الميزان ويكون قولنا بالقسطاس المستقيم. يقولون إن جمعا من أهل المدينة من أهل الحجاز أرادوا أن يأتوا طلحة في خراسان، فخرجوا من المدينة لا هم لهم إلا أن يلقوا طلحة الخزاعية في خراسان وقد كان أميرا عليها، يريدون أن يأخذوا وينهلوا من عطاياه. فما زالت الفيافي ترميهم من صحراء إلى أخرى، من وطن إلى وطن، حتى مروا في صحراء على خيمة لأعرابية وليس عندها أحد يعينها على أن تخدم الناس. فلما نزلوا ولم يريدوا إلا المبيت، أبت عليهم المرأة الأعرابية إلا أن تطعمهم، وأشارت إلى شاة في كسر البيت أن يذبحوها، فأبوا أول الأمر، لكنها ألحت عليهم واعتذرت أنها امرأة لا تحسن الذبح، فقبلوا عطيتها وذبحوا الشاة وطعموا. فأخذت تحادثهم ولو عن بعد، فسألتهم إلى أين أنتم غادون، فأخبروها أنهم ذاهبون من الحجاز من المدينة إلى خراسان ليفدوا على طلحة الطلحات. فأخذت تثني عليه خيرا، ثم لما هموا بالرحيل قالت هل لكم من رسالة مني إليه، فقبل. فكتبت كتابا وختمته وطوته حتى لا يقرأه من يحمله، فأخذوا الكتاب وكانوا مؤتمنين عليه فأخذوه معهم حتى وفدوا عليه. فلما وفدوا عليه أكرمهم وقام بواجبهم وحقهم وأنزلهم المنزل الخصب عنده، ثم أخذوا يحادثونه، فبدا لهم أن يتحفوا الأمير أي طلحة بخبر تلك المرأة فأخبروه. فلما أخبروه قال لهم طلحة وهل معكم الكتاب؟ قالوا نعم، فأعطوه الكتاب، فتنحى طلحة جانبا وأخذ يقرأ الكتاب فعلم ما فيه، لكنه لم يفصح عنه، وإنما خاطب أولئك قائلا ما أحمق هذه المرأة، تكتب لي من الحجاز تسألني جبن خراسان، تكتب لي من الحجاز تسألني جبن خراسان. ثم طوى الكتاب وأبقاه عنده، ثم قضى لأولئك القوم حوائجهم ولم يبق شيئا لهم إلا وأعطاهم إياه طلبوه منه، ثم أعطاهم جبنتين كبيرتين قائلا لهما أعطوا هاتين الجبنتين للمرأة كما طلبت. فأخذوا الجبنتين وحملوهما معهم ومضوا بها عائدين إلى الحجاز إلى المدينة. ما زالت الفيافي والقفار تحملهم حتى وصلوا إلى خيمة المرأة، فلما وصلوا إليها قالوا لها ما أحمقك من امرأة، تكتبين إلى طلحة تطلبين منه جبن خراسان؟ قالت أو بعث إلي بجبن خراسان؟ قالوا نعم، فأخرجوا الجبنتين وأعطوها إياها. لما أخذت الجبنتين وكانتا كبيرتين فتحتهما، فإذا بطلحة قد ملأ الجبنتين من الداخل جنانير من ذهب ومعهما كتاب. ثم قالت لهما، المرأة تقول لهم لهؤلاء العرب أتظنونني من الحمق أن أكتب إلى طلحة الطلحات أسأله جبن خراسان؟ سأقرأ عليكم ما كتبت له. فقرأت عليهم كتابها إليه، أيها المائح دلوي دونك، إني رأيت الناس يحمدونك يثنون خيرا ويمجدونك. وهذه الأبيات ليست لها لكنها تمثلت بها. قالت أو أقول لكم ماذا كتب لي طلحة؟ قالوا نعم، فإذا طلحة قد كتب لها إنا ملأناها تفيض فيضا، فخذيها ولا تشتكي غيظا. ثم قال في آخر الأمر وعودي أيضا، إنا ملأناها تفيض فيضا، وأخبر أنها لا تشتكي غيظا أي لا تشتكي نقصانا. ثم قال خذيها وعودي أيضا. فانظر إلى قدرته ومرؤته، لما علم أن المرأة تستدر كرمه بتلك الأبيات أيها الماتح دلوي دونك، لم يخبرهم خوفا على المال لو أعطاهم إياه أن يستزم لهم الشيطان فيطمعوا فيه، وقضى حوائجهم كاملة حتى لا يبقى شيء في أنفسهم يجعلهم يستثير أنفسهم ما في الجملتين، ثم وارى ولم يخبرهم بخطاب المرأة إليها، ثم وضع
الدنانير، ويقول للمرأة وعودي أيضا، وهي منزلة في الكرم عالية، لأن الإنسان يعطي سائله ما يريد ثم يطلب منه أن يعيد غدوه ورواحه عليه. فإن البعض قد يعطي لكنه قد يشترط أن لا تؤوب إليه مرة أخرى، لكن هذا يعطي ويقول للمرأة موصيا إياها وعودي أيضا. أيها المبارك، يقول العلماء سادة الناس في الدنيا الأتقياء، سادة الناس في الآخرة الأتقياء، وسادة الناس في الدنيا الأسخياء. فيأبى الله عز وجل إلا أن يرفع أهل الجود، يرفع أهل الكرم، يرفع أهل السخاء. والناس في المجتمع، في أي مجتمع، الله فتنة لهم، جعل بعضهم ذوي غنى ذوي يسار، وبعضهم ذوي فقر ذوي انكسار. وقال جل وعلا: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فالمؤمن مبتلى في حال غنى بأن ينظر إلى الفقير، ومبتلى الفقير بأن يصبر إذا نظر إلى الغني. لكن المجتمع إذا تكاتف أهله فثمة مؤسسات وجمعيات وطرائق للخير والبر فيه ينبغي أن تكون فيه، فإعانة أهلها ودعم تلك المؤسسات والمجتمعات والجمعيات وأضرابها ممن يقوم أهلها على خدمة الناس وإيصال الخير لهم، سواء كانت تلك ذلكم الخير صحيا أو اجتماعيا أو ماليا أو كسوة أو ما شابه ذلك، فإن نشوء وثمار هذه المؤسسات في المجتمع يجعل المجتمع قادرا على أن يقوم برسالته، وبه تستل الضغينة والحقد والحسد من قلوب من كتب الله عز وجل عليهم الفقر. والطرائق الشرعية في هذا في المقام الأول تأتي الزكاة التي أمرنا الله عز وجل بأدائها وجعلها قرينة الصلاة في كتابه، ليقيموا الصلاة كما قال ربنا جل وعلا وقرن ذلك بالزكاة كثيرا. ثم تلك الصدقة التي دعانا النبي صلى الله عليه وسلم إليها وقال إنها تطفئ غضب الرب، وقد دلت الآثار على أن ظلمة القبور إنما تزال بكثرة الصدقة. ثم يأتي دعم مؤسسات المجتمع والجمعيات التي هي فيه، لأن تقوم تلك الجمعيات بإعانة الناس والنهوض بحياتهم وتقديم العون والخير لهم، وهذا لا يتم إلا إذا دعمت تلك الجمعيات والمؤسسات الخيرية معنويا من قبل ولاة الأمر والقائمين عليها، ومن قبل الأثرياء والأغنياء وأهل السخاء ماديا وماليا، حتى تقوم بواجبها نحو ذلكم المجتمع. فما كان طلحة الطلحات إلا يمثل صورة وأنموذجا حقا للمؤمنين في ذلك العصر، ولم يكن هو وحيد دهره وفريد عصره، لكنه ساد غيره من الأجواد. ولو أنه قد ساد في زمن لا كريم فيه لما أضحى لذلك له منقبة فست غير مسود، لكنه ساد في زمن تكاثر فيه العظماء وكثر فيه الشرفاء وتعدد فيه الأسخياء، لكن جوده لما عظم وكرمه لما كبر وعطاؤه لما امتد جعل الناس يسمونه طلحة الطلحات، أي حتى من كان اسمه طلحة من الناس، طلحة الفياض، طلحة الندى، طلحة الخير، وهي أسماء لبعض خيار التابعين كلهم اسمه طلحة، وكان فيهم من الجود والكرم ما فيهم. لكن طلحة الخزاعية هذا غلب عليهم جميعا، حتى قال فيه كثير: ليت التشكي كان بالعوادي، لأن بعض الناس حياتهم حياة للناس جميعا، لأن بعض الناس حياتهم حياة للناس جميعا لما كتب الله عز وجل على أيديهم من الخير. وقد قال الشافعي رحمه الله: وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجاته، واشكر فضائل صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجاته. هذا ما يتعلق بحديثنا اليوم في لقائنا المبارك هذا من برنامجنا الكلمة الطيبة، وقد كان اللقاء عن أهل المرؤات، وتحدثنا عن طلحة ابن عبد الله الخزاعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، ألبسنا الله وإياكم لباسي العافية والتقوى، ونلتقي قريبا بإذن الله، والحمد لله رب العالمين. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها
بها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.